الناس اللي بتسأل فين الجزء التاني، انا واحدة هو من المسلسل لما بمشي في الشارع الناس بتسألني فين انتوا فين، عايزينكوا تاني. يعني الناس حابة قوي قوي الحالة دي. القصص بتتشابه حتى في البيوت، حتى في بيوتنا القصص بتتشابه. الدور ده انا بحبه قوي وكنت اتمنى ان انا اعمل الدور ده. حققته نجاح كبير جدا في الجزء الاولاني، وعمته كانت مكسره الدنيا في الجزء الاولاني. ايه اللي مختلف في الجزء الثاني؟ والله هي عمته هتفضل زي ما هي عمته، اللي هي عمود البيت وعمود العيله، واللي هي حبيبتهم وصاحبتهم والحكمه والسن الكبير وكل حاجه والحب والاحتواء كل حاجه. هي دي العمه، هي دي الام، هي دي الجده اللي هي كبيرة العيلة. نجاح الجزء الأولاني ما خوفكوش ان احنا نعمل جزء تاني، نتردد للحظة ما كده لا بلاش احنا خلاص نجحنا في الجزء الأولاني بلاش نعمل جزء تاني؟ طبعا لا، لانه اولا لانه العمل عمل اجتماعي داخل بيوت كل حد، داخل بيوت الناس بشكل كويس جدا. استقبال الأسرة المصرية للمسلسل يخلي انه بالعكس، ده بالعكس، ده الناس اللي بتسأل فين الجزء التاني. انا واحدة هم من المسلسل لما بمشي في الشارع الناس بتسألني فين انتوا فين، عايزينكوا تاني. يعني الناس حابة قوي قوي الحالة دي. ايه اللي هيحصل ما بين نادية وحسن تاني؟ ايه المختلف بقى؟ هتعملي معاهم ايه تاني؟ يعني المرة فاتت اتجوزتيهم بالعافية. ينفع ان انا اقولك ايه اللي هيحصل؟ ما ينفعش ابدا، بس عايزة اقولك انه احداث حلوة واحداث جديدة، وينفع انه يطلع منها جزء ثالث كمان. ان شاء الله هوصي الاستاذ هاني انه يعمل لنا جزء ثالث كمان. شغل مع شيكا وصبري فواز، احكي لي كده عن التعاون ما بينكم انتوا. قمر، اولا شيرين رضا انا ما اعرفهاش من زمان، انا جديده عليها من الجزء الاولاني، بس حاجه كده يعني قمر نسمه جميله حبوبه تحبيها لازم، ما ينفعش ابدا الا انك في الكواليس تحبيها. مش نجمة بايخة، في نجوم بايخين، بس شيرين جميلة خالص خالص، وعلى فكرة ده بيبان على الشاشة. شفتي ازاي من اول الجزء الاولاني وبيننا معاد حصل تشابه ما بينه وما بين عالم عيال عيال؟ يعني ما اقدرش اقول كده، لكن القصص بتتشابه حتى في البيوت، حتى في بيوتنا القصص بتتشابه، لكن الاحداث فين؟ مشاكلنا مشاكل الشباب دلوقتي دي، ده العبقرية بتاعت هاني كمال كمؤلف، ان هو يحط لك مشاكل الشباب دلوقتي، الشباب والبنات مشاكلهم دلوقتي في وسط الأسرة، في وسط الأب والأم، وفي وسط الجدة، في وسط، واخد بالك؟ فده الجديد طبعا، ده الجديد، انه ده ما كانش قبل كده، الأول كان عيال وخلاص. احكي لي كده عن النجاح، كنتوا متوقعين النجاح وانتوا بتحضروا للعمل؟ بصي انا مع احمد حسن اتوقع نجاح اي حاجه حقيقه، يعني هو مخرج تريد مارك نجاح احمد حسن ده، بالاضافه لان انا بحبه وبحب الشغل معاه جدا جدا. ضيفي بقى على ده كله ان الدور ده انا بحبه قوي وكنت اتمنى ان انا اعمل الدور ده، في الست الشديده جدا جدا اللي ربت عمده، لكن هي نفسها عمده في نفسها، هي عمده البلد، هي اللي الكلمه اللي بتقولها هي دي اللي بتمشي على البلد كلها حتى على ابنها العمده. حضري الايه جديد بعد كمان يعني نجاح بينا معاد وكمان يعني الجزء الثاني اهو والعوده، هتحضري الايه جديد؟ ان شاء الله انا مع الفنانه الكبيره غاده عبد الرازق في صيد العقارب باذن الله باذن الله، و مع استاذ احمد العوضي برضه في حق عرب. ان شاء الله ان شاء الله. حبيبتي متشكرة جدا جدا، ألف ألف شكر، تشرفت بيكم حبيبتي.